الطاقة مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، هذا الشوط وهو الشوط 11 من مجموع أشواط هذا المساء، وأذكر السادة المتابعين بأن مجموع أشواط هذه الليلة وهذا المساء وهذه الأمسية هي 18 شوطا، وهذا هو الشوط 11. إذن هذا الشوط خاص بالحقائق البكار في هذا اليوم، ومقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول هنا وصايف لمحمد بن سعيد آل بو سعيد الخيارين على المركز الأول، بينما المركز الثاني عرقة علي بن ناصر بن محمد بن شابل المري. ننتقل ونتابع المركز الثالث سمحة لغانم بن عبد الهادي الشهواني. الدور دور المركز الرابع هنا الشرود سعد بن طالب بن شريم المري، وتليها على المركز الخامس إبداع علي بن محسن بن علي بن ديلة المري. أشكرك أبو خميس على التواصل وعلى المتابعة. أعود إلى مقدمة الشوط وصايف لمحمد بن سعيد آل بو سعيد الخيارين على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول. المركز الثاني هنا نداء، وأول نداء لوديان، تسلل من وديان على المركز الثاني حمد بن جار الله بن حسين البريدي، وتنتقل انتقال مباشر إلى المركز الأول في هذا النقل والبث المباشر. المركز الأول هذه وديان حمد بن جار الله بن حسين البريدي على مقدمة الشوط. المركز الثاني وصايف محمد بن سعيد آل بو سعيد الخيارين. المركز الثالث مشاهدين الأعزاء عرقة تتقدم علي بن ناصر بن شابل المري، وفي رابع المراكز التواصل الشرود سعد بن طالب آل شريم. المركز الخامس هنا من تتسلل في أول إذاعة وأول نداء لها الهاربة محمد بن سعد بن علي آل فيدة المري. هذا هو نداءنا مشاهدينا الأعزاء، ووصول من الشاهينية راشد بن محمد بن لخن، وأيضا مصيحة علي بن حمد بن حيدان. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، ولكن وديان 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 على مقدمة الشوط، ووديان على المركز الأول. هذه وديان تباعد المسافة، تباعد المسافة بهذا الانطلاق. يا سلام حمد بن جار الله بن حسين آل بريدي شعاره المميز يسيطر على المركز الأول وعلى ناموس الشوط. 1200 متر يا البريدي، ما باقي شيء ما باقي شيء، إذا هبت رياحك فاقترمها فعقب كل خافقة سكوني، ولا تنسى من الإحسان فيها فما تدري السكون متى يكون. هذا هو يقترمها حمد بن جار الله بن حسين البريدي. الكيلو متر الأخير تفتتح وديان بهذا الاسم العملاق، هذا الكيلو متر الأخير. يا سلام يا وديان. المركز الثاني نشوف 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 وصايف محمد بن سعيد آل بو سعيد الخيارين، وهنا وصول خطير وتحرك مثير. الهاربة محمد بن سعد بن علي الفيدة المري والشعار بن شابل على المركز الرابع. المركز الخامس أيضا هنا وصول الحذرة عامر بن علي بن طفلة، ولكن وديان وديون وديان 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 غير في هذا الشوط، وركضها غير وعطائها غير. هذا محمد بن جار الله بن حسين البريدي يقدم وديان في هذا الشوط لتنتزع ناموس الشوط بتمام وبإتقان. وديان تنطلق بإتقان في هذا الشوط. هذه وديان 400 متر والعصا قوس ولم يتحرك الآلي. الله يا وديان، الله يا وديان. سلامي عليك يا ابو جار الله، سلامي عليك يا ابو جار الله، والسلام الى المصلال والى ويتجول من الشحانيه الى كافه مناطق الدوحه. سلام شحاني سلام على هذا التقدم. وديان مشاهدينا الاعزاء تحقق هذا الفوز بدون اي تعليمات تذكر. سلامي عليك يا ابو جار الله وعلى وديان من تقدم العرض الممتاز والمستوى الفنان. وديان تفوز بإتقان وبمستوى فنان. تهانينا يا راعي وديان على هذا الفوز، لحظات الوصول. تهانينا وناموس المركز الثاني، الوصول من الهاربة لمحمد بن سعد بن علي الفيدة المري. المركز الثالث الحذرة عامر بن علي بن طفلة المري. المركز الرابع الدوحة عبد الهادي بن علي بن ناصر الغيثاني. المركز الخامس كان الوصول من المتحدة الحميدي بن راشد بن لفجح المري. تهانينا
والناموس لجميع الفائزين. واشكر حقيقه اخوي وزميلي عويض بن خميس على المهام التي يقوم بها في سياره التعليق والاذاعه، اذا يقدم جهد كبير بن خميس، له منا كل الشكر والتقدير. مشاهدينا الاعزاء، نعود الى احداث هذا الشوط، ووديان تحقق في هذا المساء حقيقه عمل جبار، وهو انتزاع المركز الاول دون اي تعليمات. شوف العصا، العصا القوس والآلي محنط تحنيط، 4 دقائق 35 ثانية، 44 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن جار الله بن حسين البريدي، ونقول سلام يا مصر سلام. المركز الثاني كان الوصول من الهاربة، 4 دقائق 37 ثانية، 60 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الهاربة محمد بن سعد آل فهيدة المري. المركز الثالث الوصول من الحذرة، والتوقيت 4 دقائق 37 ثانية، 88 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعامر بن علي بن طفل.